بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نحن مسرورون اليوم بتشريف الأخ وكيل محافظة مأرب لتدشين المرحلة الثانية من حملة النظافة التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرعاية الأخ محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة. وإن شاء الله بإذن الله في هذه المرحلة أن ننهي ما تبقى من المرحلة الأولى من بعض مناطق الروضة وحي الشركة وجو النسيم الحصون، ثم بعد ذلك الخط الرئيسي. إن شاء الله احنا عاملين خطة بعد الحملة لاستمرار أعمال النظافة بحسب الإمكانيات المتوفرة لدى الصندوق. نشكر محافظ محافظة مأرب سلطان بن محافظة العرادة على جهده الكبير في دعم النظافة، على وعلى رأسهم أيضا الصليب الأحمر الدولي الذي يقوم دائما يعني بالحرص الكثير على أهمية أعمال النظافة وأهمية الدعم المالي وكذلك نشكر مدير عام صندوق النظافة والتحسين محمد أحمد عطية. تمام، نشكرهم كل الشكر على الجهد الكبير أيضا، وعمال النظافة وصندوق النظافة والتحسين وبما فيهم أنفسنا. مثل ما نجحت الحملة الأولى بإذن الله عز وجل ستنجح الحملة الثانية، وسيظل النظافة في محافظة مأرب مستمرة، وهذا إن دل على شيء وإنما يدل على الأخوة في قيادة مكتب التحسين للاستمرار في تحسين وتنظيف المدينة والظهور بها المظهر اللائق الذي يليق بها من المحافظات التي تم دحر الميليشيات الإنقلابية منها، وهي اليوم تتزين وتظهر بالمظهر الحضاري. أكرر شكري وتقديري لهيئة الصليب الأحمر الدولي لما تقدمه وتبذله معنا في ظل هذه الظروف الاستثنائية في تقديم المساعدات، سواء في مجال نظافة المدينة أو تقديم بعض الخدمات النوعية للنازحين في هذه المحافظة. شكرا للجميع وشكرا.